خرجت واحد الأميرة سعودية لبست واحد القفطان في واحد العرس، ناضت بالبالة، ناضت خرجت قالت لهم داك القفطان اللي لابسه سعودي بحتا وتحديدا. يا سلام سلام على العلم، هذا علم جديد. لا بغيتي يطيح لك هاد العين تكتك الروز، كون الروز مزيان يطيح لك هاد العين. هذا علم عاد خرج في 2024. الناس ديال هكا كان جاهم داك العين داك الايام كيقول لك القفطان جاي من تركيا، هادو كيقول لك القفطان جاي من السعوديه. يا سلام، حنا حياتنا كامله حنا نشوفو لابسين واحد العبايه كحله، ما كنعرفوهم ماشي للعرس ولا للجنازه ولا ما كنعرفوهم. ناضوا في 2024 قالوا اجي نديو هاد القفطان. الجزائر سبقوكم شويه، في 2018 بداوها. الجزائر قبل 2018 كانوا كيقولوا مغربي. حنا ما قدرناش نسوقوا للقويط والكراكو، وهما قدروا يسوقوا للقفطان اللي عرف انتشار كبير في العالم، واصبحوا حتى نجمات عالميات يلبسوا القفطان، زادوا عليه بعض. 2018 قالك لا جزائري، نتوما من 2024 2023 تحت كنتو كتقولوا مغربي. وسعودية تبدع في تقديم القفطان المغربي، ومو غلط انه الانسان فجأة. ايوه قلت شحال انا بقى؟ اسكت يا اخي، هو اللي بيقول دابا ولا سعودي علمين لكم هذا علم. سكت تاكل الروز، كل الروز مزيان يطيح لك هاد العين، علم واعر مزيانين. هادشي كيعرف شنو كيعطينا، هادشي كيبين لنا بلي حنا عندنا واحد التقاليد واعرة وكلشي باغي يشفرها. عرفتي علاش باغي؟ علاش قلت لكم يشفرها؟ حيت ما تدخلكش الدماغ واحد من هنا قال لك جاي من تركيا، واحد من هنا قال لك جاي من السعودية. حنا كيجي علينا ها، كيجي على الناس ديالنا ها، ها ماشي مشكل. هادشي اللي قلتها لكم كيبين بلي حنا عندنا تقاليد واعرة، تاريخ قديم اللي ما يقدروش يغيروه بكلمة ولا بجوج كلمات، حيت التقاليد والتاريخ ديالنا محفوظ ماشي غير في الكتوبة، حتى في العقول ديالنا. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل.